صباح الخير يا شباب، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. النهارده هنلتقي في lecture number 6 من English 2 summer 2020. زي ما احنا متعودين هحتاج انك انتوا تفتحوا البيز بوك اللي احنا متعودين عليه، page number 143. النهارده مش هناخد grammar، هناخد جزء ليه علاقه بالpunctuation. البانكتويشن هي في العربي علامات الترقيم، وده جزء مهم جدا واساسي من اللغه الانجليزيه زي ما هو اساسي ومهم جدا في اللغه العربيه. في الانجليش كمان البانكتويشن جزء اساسي وجزء لا يتجزأ من اللغه، لانه في اجزاء كتير او في جمل كتير بنعرف معناها عن طريق البانكتويشن بتاعها، زي مثلا الابوستروف بتاعت الملكيه. انا هعرف منين ان انا بتكلم في الجمله دي عن ابوستروف عن الملكيه الا لو ما كانش فيها ابوستروف. فالابوستروف هي مش بس مجرد علامه ترقيم، هي كمان بتدي للمعنى مينينج مختلف. لو شلتها هتديني معنى تاني او هتبقى الجمله بالنسبه لي مينينجلس. فالبانكتويشن في اللغه الانجليزيه مهم جدا واساسي، زي مثلا الكويشن مارك. لو انا بعمل سؤال، لو انا عايزه اسال سؤال، طبعا غير ان انا ممكن اعرف ان ده كويشن باداه الاستفهام الموجوده في الاول زي وان وير هو والحاجات اللي احنا عارفينها، لازم يبقى نهايه السؤال كويشن مارك علشان يوضح لي ان ده كويشن مارك، فتبقى بالنسبه لي ليها معنى والجمله بالنسبه لي مظبوطه. طيب هناخد المره دي كام حاجه في البانكتويشن. اول حاجه عندي اسمها كوتيشن ماركس، اعتقد ان انتوا اكيد سمعتوا عنها. يعني ايه كوتيشن ماركس؟ هي باللغه العربيه يعني علامات التنصيص. طيب امتى بحط الكوتيشن ماركس؟ بحطها في كذا حالات، بس كلهم بيدوروا حوالين حاجه واحده بس، ان لازم تتحط حوالين دايركت سبيتش. يعني ايه دايركت سبيتش؟ يعني اكزاكت ووردز متقال على لسان واحد بعينه. هنا بيقول لي ان هي around، ان هي use quotation marks around the exact words that someone says. بحطها للدايركت سنتنس اللي اتقالت على لسان شخص بعينه. طيب تعالوا نشوف كام كيس هنا نحاول نفرق بينهم. اول حاجه عندي هنا بيقول لي this bike is mine، وحطتها لي بين quotation mark، بيقول لي said سوزان، هي قالت كده. فانا نسبت الجمله اللي اتقالت دي لسوزان قالتها. طيب ليه حطيت كوما؟ حطيت كوما عشان هقول بعد كده القائل. طب لو عكست؟ لو عكست بيقول لي في حالة تانية، ان انا لو هبدأ بدات سد يبقى الدات سد الاول وبعدين الكوما وبعدين الكوتيشن مارك وبعدين الفول ستوب في اخر الجملة، يبقى عندي حالتين كده كده هنسب الجملة لحد قايلها. لو حطيتها في الاخر يبقى بعد ما خلص الجملة اللي اتقالت قبل الكوتيشن مارك بحط الكوما بتاعتي وبعدين بحط فول ستوب في الاخر. لو عكست وقلت القائل الاول، مين اللي قال الاول وبعد كده هنسب الجمله ليه، يبقى هحط الكوما الاول وبعدين هفتح الابوستروف هفتح سوري الكوتيشن مارك وبعدين هحط الفول ستوب في الاخر بقى قبل الكوتيشن مارك الاخيره. خلي بالكم الفول ستوب بتتحط جوه الكوتيشن مارك مش بعدها، لان في ناس كتير بشوفهم حاطين الكوتيشن مارك الاول وبعدين الفول ستوب. لا، انا خلصت الجمله فالفول ستوب دي تنتمي للجمله، فانا خلصت الجمله وقفلتها وبعدين قفلت القوس بتاع الكوتيشن مارك بتاعتي، في كده الجمله بتاعتي انتهت. تعالوا نشوف الكيس دي. عندي هنا جملتين او two direct speeches منفصلتين، عندي جون وبعدين كوما، فحطتها لي بين quotation mark وبعدين قال لي said mom وبعدين قال لي ان هي كملت جملة تانية قالت له please turn your music down. يبقى عندي جملتين اتقالوا والاتنين مفصولين ببعض، فصلت عليهم، فصلت بيهم بايه؟ بان said mom. يبقى عندي هنا الجملتين الخبريتين او الدايركت سبيتش اتقالوا، بس هما الاثنين منفصلتين، واحده حطيت بعدها كوما بعدين قلت سيد مام وبعدين كوما وبعدين في الاخر خالص حطيت فول ستوب لما نهيت الجمله خالص وبعدين الكوتيشن مارك. فخلي بالكم من التو كيسز دي، طيب او الثري كيسز دي. ايه تاني ممكن احطه في الكوتيشن مارك عندي؟ عندي قال لي لو الدايركت سبيتش بتاعتك دي از ا كويستشن، حد بيسال. اوكي تعالوا نشوف هنا. If this the way to the station، هل ده الطريق للمحطة؟ و question mark ده سؤال طبعا. طيب حطيت امتى ال quotation mark؟ حطيت quotation mark بعد برضو ال علامة الاستفهام او ال question mark. طيب مين بقى اللي قايل هنسيبه ازاي بعد كده؟ ما بحطش هنا apostrophe لان ما ينفعش احط سوري ما ينفعش احط الكوما بعد question mark، فسبتها فاضية ورحت كاتبة the man asked وبعدين full stop في الاخر. طيب تعالوا نعكس، نبدأ بالقائل الاول سام said كوما can I borrow your pencil او pencil وبعدين question mark وبعدين الكوتيشن مارك.
يبقى هنا عملت ايه؟ عملت ان انا ما بحطش حاجة خالص، انا بحاول احدد لو انا لو انا هكتب اسم القائل الاول بحط له كوما ثابتة في كل الحالات. الجملة بقى الدايركت سبيتش دي اللي عندي فيها مشكلة، هل هيبقى عندي هنا question mark فهحطها ومش هحط فول ستوب، ولا هحط هي جملة خبرية عادي مش سؤال فهحط فول ستوب وبعدين برضه الكوتيشن مارك، يبقى أي علامة هتتحط جوه الكوتيشن مارك. خلي بالكم برضه نفس القصة بالنسبة لعلامة التعجب، بحطها امتى؟ لما أكون حاطة الدايركت سبيتش بتاعتي بتبقى جملة اعتراضية بعترض أو جملة تعجبية بتعجب على حاجة، سواء حطيت سيد مام في الآخر أو سيد جون أو جون سيد، ما بحطش حاجة بعد علامة التعجب أو علامة الاستفهام زي ما انتوا شايفين. جون سات كوما العادية خالص، وبعدين هنا ما بحطش حاجة، هنا نفس القصة بعد علامة التعجب ما حطيتش حاجة وكتبت سيد مام وقفلت بفول ستوب. خلي بالكم من البوينتس دي مهمة جدا. طيب تعالوا ندخل على حاجة اسمها كولوم أو النقطتين اللي فوق بعض. دي امتى بقى بستخدمها؟ لما بكون حاطة أسامي الكاركتر او البيرسونز اللي بيتكلموا دايركت قدامي، جاك نقطتين فوق بعض يبقى جاك اللي بيتكلم بيقول لي دايركت سبيتش، بيقول لي وات هاف يو جوت ان ذا باج، ماجي بتقول له ماي سويمنج سوت، جاك بيقول لها وين ار يو جوينج سويمنج كويستشن، بعدين بترد عليه بتقول له ذيس افترنون، خلصت الجمله وبدات جمله جديده بتقول له وود يو لايك تو كم، بتساله تحب تنضم ليا او هتحب تيجي ولا لا. طيب امتى بستخدم الشكل ده؟ لما يكون عندي حاجه اسمها سكريبت، بلاي سكريبت مثلا، مسرحيه، نوفل، حاجه مكتوبه في نوفل، حاجه قدامي مكتوبه محتاجه ان انا اوضح الاسامي قدامها ونقطتين فوق بعض واقول لك الدايركتس واقول لكم الدايركت سبيتش بتاعته كانت عامله ازاي. يبقى عندي حالتين ممكن اعبر بيها عن ان دي دايركت سبيتش، لو ما حطيتش النقطتين دول فوق بعض وفصلت بينها وبين بين الجمله وبين الاسم يبقى بستخدم الطريقه الثانيه اللي هي الكوتيشن ماركس، لو هقول مام سد، لو هقول جاك سد او ماجي سد يبقى لازم احط كوتيشن مارك. لو هحط النقطتين بتاع الكولوم يبقى انا محتاجه اشيل الكوتيشن ماركس واحط الدايركت سبيتش بالشكل اللي قدامي ده كانها دايركت كونفرزيشن او محادثه مباشره، سؤال وجواب سؤال وجواب and so on. تمام. طيب تعالوا نشوف الحاجه الثالثه والاخيره في لكتشر النهارده بتاعه الكابيتال لتر. طيب اعتقد كلكم عارفينها، عندي كونديشنز او اكتر من كونديشن لاستخدام الكابيتال لتر في اللغه الانجليزيه، في بداية الجملة، في بداية أي أول كلمة، في بداية أي جملة في اللغة الإنجليزية لازم تكون كابيتال زي ما انتوا شايفين dog, where, that, this, you، كل دول حروف عندي هنا كابيتال، ما ينفعش أبدأ الجملة من غير ما يبقى أول حرف عندي كابيتال مهما كانت الحرف أو الكلمة هو إيه. في ناس اللي قدمت الباراجراف المرة اللي فاتت اللي كنا كاتبين عن your study in mass communication، في ناس كتير كانت بدأت الجملة صح في الأول كابيتال وبعدين حطت فول ستوب وبدأت جمل جديدة بدأتها سمول. طب ليه؟ أنا بدأت الجملة هنا مثلا this is my brother، this is my brother وحطيت فول ستوب وهبدأ جملة جديدة you need a racket، يبقى الجملة الجديدة برضو بعد الفول ستوب لازم تبقى كابيتال. وانس أنا حطيت فول ستوب يبقى جملة جديدة هتبدأ يبقى لازم الحرف الأولاني فيها كابيتال. خلي بالكم من الملحوظة دي كويس قوي. امتى تاني بحط الحروف عندي في الكابيتال؟ لما بقول، لما بتكون first word in direct speech، اي direct speech لان دي بداية جملة لازم تكون capital، يعني اي حاجة between quotation mark لازم تبقى capital. طيب لاحظتوا حاجة هنا كمان، النيمز، احنا متعودين النيمز زي سام زي توم زي اليس متعودين ان هما يبقوا capital، دي already عارفينها. النيمز of places and people قلنا ان هي لازم تبقى capital في محاضرة من المحاضرات اللي خدناها قبل كده. طيب ايه كمان؟ بيقول لي الاي اللي هو البروناون الضمير بستخدمه كابيتال، ما ينفعش يتحط سمول. عمركم شفتوا الاي في اي جمله سواء في الاول او في النص سمول؟ لا، لازم يبقى كابيتال زي ما انتم شايفين do you know what I got for my birthday وكابيتال زي ما انتم شايفين. طيب دي طبعا انتم عارفينها، names of people and places دي عارفينها، سفنكس، استراليا، جيرماني، كل الحاجات اللي هي مكسيكو سيتي، كل البلاد والاماكن العامه او المعروفه بتبقى كابيتال لتر. طيب الاختصارات اللي هي بتاعه الناونز المعروفه او الاسامي المعروفه تي كي لي، اوكي كابيتال كلها، كلها كابيتال او بدايتها. جي كي رولينج دي اللي هي الاوثر بتاعه سلسله هاري بوتر اللي منكم متابع اللي بيحب يقراه كده. ايه تاني؟
اسامي الشهور والايام طبعا، ده مما لا شك فيه. ما ينفعش اكتب اوجست، ما ينفعش اكتب سبتمبر، ما ينفعش اكتب اكتوبر سمول باي شكل من الاشكال. في اول الجمله، في اخر الجمله، في نص الجمله لازم يبقى كابيتال، ما فيهاش هزار. ايه تاني؟ names of holidays, special celebrations اللي هي المناسبات، برضو اتكلمنا عنها قبل كده، زي الفالنتاينز داي، زي الكريسماس، زي هنا الهالوين and so on. ايه تاني؟ ال titles of books, films and plays. plays اللي هي المسرحيات، اي كتب، اي كتاب لاي حاجه معروفه مشهوره او already published لازم يبقى الكابيتال، لازم تبقى الحروف بتاعتها كابيتال. star words، خلي بالكو الاسم الاولاني والاسم التاني. طيب nationalities and languages، دي برضو مرة فاتت اتكلمنا، او مرة من كام محاضرة اتكلمنا فيها، الجنسيات واللغات لازم تكون capital. ما ينفعش اقول ان الراجل ده مثلا German من غير ما احط الحرف الكابيتال بتاعي. Australian, Indonesian, Spanish, Egyptian and so on. طيب اخر حاجة بقى ولطيفة جدا، ومنكم كتير قوي ما بياخدوش بالهم، الجمل اللي هي القصيرة بتاعت ال saying for saying hello and goodbye. hi and good morning, see you later, having a nice or have a nice day, take it easy and bye. كل دول، هما دول يا جماعة ينفع يبقوا في نص الجملة؟ لا، دايما بيجوا الجملة لوحدهم، الا لو انا هتكلم الاول وبعدين هقول له هاي، او هتكلم الاول اقول له انا عايز ايه وبعدين اقول له جود مورنينج، وده طبعا is not acceptable. انا بعمل ايه الاول؟ بقول له هاي او جود مورنينج الاول، فبتبقى بداية الجملة، وبعد كده في الاخر خالص بنهي، وبعد كده في الاخر خالص بقول له انا عايز ايه. برضو في نفس الموضوع، have a nice day، هي ليه كابيتال؟ ما هي اكيد انا هنهي بيها، مش في نص الكلام هقول له have a nice day. افتكروا دايما القصه دي، ان انا عشان كده لازم تبقى حروف او اول حرف في الجمل دي اللي هي صباح الخير، تصبحوا على خير، لازم تبقى كابيتال، لان هي هتبقى كده كده بدايه الكلام وبدايه الكونفرزيشن او نهايه الكونفرزيشن، فمحتاجه تبقى كابيتال. الاختصارات البسيطه دي مهمه برضو، خلي بالكم منها، اول حرف بس هو اللي بيبقى كابيتال زي ما انتم شايفين. خلاص طيب، احنا كده خلصنا الجزء بتاع البانكتويشن، مش كله طبعا، خلصنا الجزء بتاع النهارده. مش هيبقى فيه اساينمنت سبيشالي للجزء ده، هيبقى فيه الاساينمنت اللي هو بتاع الميد تيرم اللي احنا اتكلمنا عنه، او اللي انا كلمتكم عنه قبل كده، اللي هو المفروض عليه 20 ماركس، فهيبقى مرفوع ان شاء الله مع المحاضره في يوم المحاضره زي ما احنا متعودين، هنحله ونرفعه زي ما احنا متعودين برضو. وارجوكوا ادوا له اهتمام اكتر من الضروري من اللازم، علشان زي ما احنا عارفين الدرجات بتاعته خساره ان هي تروح منكم. اشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه على خير.